دمي عم بتعب. ضربني في لم 16 على أول ضرب ضربني في بوز لم 16 على راسي. الحين بلش الدم ينعر وقعت أنا. حطيت دايل الثنتين على وجهي هجموا علي كلهم صاروا يضربوا في كوع لم 16 على راسي. لو كنت مهيئ حالي بقوم فيهم لحالي كلهم. في مرة شهيد من هالحول كان حاط عبارة بحب هذه العبارة صوب سلاحك نحو رؤوسنا وإن اهتزت أقدامنا فعرنا علينا أن نكون رجال. غالبا الضربة كان يعني الضربة بأعقاب البنادق يعني حسب ما مبين تهتك العظم الموجود هون كان في كسور في اكثر من منطقه من الجمجمه كان في 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 على صدره كمان وعلى ايديه اعراض ضرب كانت واضحه يعني كمان حنشوف في وجهه في خدوش وسحجات هي كمان هون في سحجات في رقبته في كل مكان